ضرب عدد من منزلة تاني في عدد آخر من منزلة تاني. 3 × 9 = 27، واثنان في ريال. 3 × 7 = 23. يعني 3 × 7 بكم؟ 21. ممتاز. ها بعدين هذه كانت هذه تشتيت جروب ألف، لأن الرقم 9 و7 مثل 3، كانت له 12. أول التالي ضريبة تحت الأحد. ما هي تكون الضريبة؟ صفر. ممتاز. ها بعد 1 × 9 = 9. تحت من 9؟ تحت من 9؟ تحت العشرة اللي هي 3، صح؟ ممتاز. 1 × 7 = 7. بعدين ايش نفعل؟ 7 × 7 = 7. سبعة. ممتاز. 9 + 3 = 27. ركز، زائد مش ضرب. 9 نزيد لها 3 كم؟ 12. ممتاز. 7 + 6 = 7. 7 + كم؟ 7 + 2 كم؟ 9. ايوه، مع 1 = 10. ممتاز. الكل يصفق لعمر فروان يا ملك الرياضيات. ممتاز.